عليكم وعليكم السلام. Je suis très heureux et honoré d'avoir partagé cette prière aujourd'hui avec vous. Et je suis honoré et très heureux de faire partie de l'islam et d'être avec vous aujourd'hui. Alhamdulillah. Merci beaucoup. الذي غير اسمه إلى اسم أمير والحمد لله رب العالمين وذلك بعد أن دخل في دين الله تبارك وتعالى وهو الآن معنا وأعلن إسلامه في بعض المساجد أو في مسجد من المساجد ولكن لما شاف هذا المسجد في بعض الصفحات وكانت عندنا لقاءات معه وتكلمنا عن دين الله عز وجل أبى إلا أن يحضر معنا أبى إلا أن يشارك المسلمين في هذا المسجد العظيم ولو نقول لكم سبب الإسلام دياله عجيب جدا هي هذه الأحداث الأخيرة على غزة لما شاف الناس شاف هذه الشباب صار يسأل عن دين الله عز وجل والفضل يرجع أيضا للمنافق الحاج الذي كان يعني دائما ما يناقشه في هذه المسائل حتى أعلن إسلامه ولله الحمد والمنة.